السيسي يؤكد حرص مصر على منع تحول ليبيا لنقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية. مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للتصعيد العسكري في الأراضي المحتلة. منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية يطالب قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي بمدينة باليرمو الإيطالية. وأكد الرئيس أن أي مقترحات لحل الأزمة الليبية لابد وأن تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية نظرا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة. كما أكد السيسي أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين، ويستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، مشددا على أهمية عدم تحول ليبيا إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن قلقها إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة. وحذر البيان من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لكافة أشكال الأعمال العسكرية. وأكد البيان أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. وصفت الخارجية الأمريكية ميليشيا حزب الله بأنها تنظيم إرهابي عالمي. وأشارت الخارجية خلال مؤتمر صحفي حول إدراج عناصر ميليشيات حزب الله على قوائم الإرهاب إلى رصد واشنطن لمبلغ 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن 4 قيادين من ميليشيا حزب الله متورطين بأعمال إرهابية، على رأسهم نجل زعيم الحزب. ونوهت إلى أن ميليشيا حزب الله تتلقى ملايين الدولارات من إيران، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يسرق شعبه لتمويل الميليشيات الموالية له بالخارج. طالب منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية ناثان سيلز قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب. وأضاف سيلز خلال ندوة بمعهد واشنطن أن هناك تشابها بين حزب الله وميليشيا الحوثي من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين. أعلنت الحكومة البريطانية عن التوصل لاتفاق فني حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن تناقشه اليوم الأربعاء برئاسة تريزا مي. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني إن مي تصر على أن يخول الاتفاق للمملكة المتحدة التحكم في قوانينها الخاصة بخصوص الحدود والأموال، إلى جانب حرية إبرام اتفاقات تجارية مع حماية الوظائف والأمن وحالة الاتحاد. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.